أريد أن أوضح لكم ما هو مطلوب منكم. أولا، بالنسبة لرؤساء المؤسسات المدرسية، المطلوب هو تحلي بالحياد والالتزام، دونك لا نوتراليتي لونغاجمون، لخلق جو ملائم للتعلم، بتوفير ظروف المادية ضرورية لتمدرس التلاميذ، وجعل المؤسسة فضاء حيويا في إطار مشروع المؤسسة، مما يتطلب تحلي بالإبداع والمبادرة. أريد من رؤساء المؤسسات التعليمية أن يتبادلوا تجارب فيما بينهم لتعميم الفائدة والاستفادة من تجارب ناجحة.